أسعد الله أوقاتكم بكل خير، السلام عليكم. مرحبا بكم متابعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة ضمن سلسلة علوم التربية، وهذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن بيداغوجية الدعم. فماذا نقصد في بيداغوجية الدعم؟ ابقوا معنا في هذا الفيديو. بيداغوجية الدعم أيها الإخوة الكرام هي أشبه ما تكون بعلم الطب. دعونا نتعرف عن بيداغوجية الدعم باعتبارها مكون رئيسي من مكونات المنظومة التربوية برمتها، فهي تساعد بشكل كبير محاولة تقليص الفارق الموجود بين الكفايات المنشودة ومستوى التعليم. لذلك سنتحدث عن أهم الإجراءات العملية لتطبيق بيداغوجية الدعم، وكما قلت سابقا أشبه ما تكون بعمليات الطب. وأيضا سنتعرف في هذه الحلقة عن أهم المفاهيم الأساسية المرتبطة ببيداغوجية الدعم. هناك بعض المؤسسات تفتقد إلى أدنى الشروط للتعليم، فهناك نوع من أنواع الدعم وما يعرف بالدعم المؤسساتي، فالذي يجب توفير أساسا توفير أقسام خاصة للدعم. ولكن هناك بعض المدارس هنا في القرى وفي كل الأماكن في المغرب لا تجد حتى المراحيض أعزكم الله، ثم يتحدثون عن الدعم وعن أشبه ما يكون. موطني موطني كل ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في هذا المقطع وفي المقاطع الأخرى بإذن الله. أنتم دائما على قناتي علوم التربية على اليوتيوب، ودمتم في أمان الله. الحياة ونجاة في هواء في هواء، هل أرى